تحلب نظافته. ضمن حملة تحلب نظافته قام فريق مجانا في ذقار بحملة تجميل للمناطق القريبة من محطات الانتظار. هذه المحطات المتوزعة في مركز مدينة الناصرية بواقع 4 محطات قام فريق مجانا في ذقار بإعادة تأهيلها، حيث تضمنت إعادة التأهيل وضع مصاطب الجلوس وكذلك المكاتب وأيضا صبغ محطات الانتظار وأيضا وضع الشاشات الخاصة بالفعاليات الاجتماعية. هذا البرنامج بدعم وتمويل من قبل برنامج تعافي، علما أن مشروع مجانا في ذقار مستمر بمختلف الفعاليات التي تتضمن فعاليات تأهيل الأماكن العامة، ومنها حملة التشجير التي باشر بها قبل أيام والتي تتضمن توزيع الأشجار على الأهالي وكذلك زراعة الأشجار في الأرصفة والساحات والطرق العامة والمدارس. طبعا بداية كلامي أحب أوجه الشكر الجزيل لهؤلاء الشباب اللي قاموا بهذه المبادرة من أجل ذقار أجمل وأنظف برسم لوحات جميلة على دوائر الدولة. طبعا إحنا من هذا من خلال قناتكم أنه نحب نوجه رسالة للدولة أنه هي خجولة جدا في إعطاء الموافقات لهؤلاء الشباب اللي يعتبر كنوع من التحفيز، يعني فقط أنه إحنا نحتاج موافقات حتى نكمل مسيرتنا اللي شعارنا من أجل ذقار أنظف. والله هي هاي المشاركة حلوة، يعني إحنا شباب من الناصرية والمجموعة مجانا في ذقار، يعني الشباب هم حملات مال تنظيف مال صبغ مال يعني شغلات حلوة يعني من الناصرية. أنا شاركت بخط يعني كتاب على الحائط للمركز مال الطب النفسي والتوحد. أي والله فعالية حلوة، مبادرة حلوة من مجموعة من الشباب، يعني الشباب مرتبين. والله قضية إحنا قضيتنا قضية الحسينية، وين أكو قضية تفيد الناس والمجتمع إحنا ويا حج، لأن هذا قضية الإمام الحسين حج وفوق كل شيء حج. والله جاي ننظف الشارع ونصبغ الرصيف للناس حج. أي نشارك وياهم. أي وإحنا مستمرين بهالخدمة، ندعم وين ما كان اكو قضيه تفيد الناس والمجتمع احنا وياه، لان احنا اصحاب المواكب وقضيه الحسيني. والله شفت الشباب اليوم ان شاء الله بهاي مدينتنا مدينه الناصريه يحتاج لها جهود، يحتاج لها تكاتف، يحتاج لها تنظيف، يحتاج لها هوايه امور، وانا من الناس انا خطاط واجيت ان شاء الله اليوم اشارك وياهم مشاركه بسيطه. كتبت هنا موضوع هو رسم تثقيفي على الكتب القراءة غذاء الروح، هي غذاء إن شاء الله غذاء كل نفس وكل روح، وإن شاء الله إحنا نكون من أهل الكتاب. والله من حرصنا على المحافظة أستاذ، حرصنا للمحافظة، يعني نحب محافظتنا تصير أجمل، فشعارنا بالحياة هو جمال، بالحياة هو سر الحياة هو الجمال، فهاي نعتبرها من جزء من جمال النظافة، التعبير على الجدران، الوعي الثقافه، فنحب احنا نعبر. نعم شنو رسمته؟ رسمته هاي عبر عن القراءه، القراءه يعني هي الوعي.